منذ وصول هؤلاء الغرباء إلى سوريا قبل نحو 10 سنوات، والصراحة أنها لم ترى الخير أبداً. فيما يقول السوريون إنه لا يمكن الحديث أو التفكير بمستقبل سوريا أو حتى صفاء وسلام المنطقة إلا بطرد هؤلاء المحتلين المجرمين ومحاسبة من جاء بهم. لكن وقبل هذا ومن باب الفضول، ما زال ذاك التساؤل على لسان السوريين عن هذا المقنع ولباسه الغريب وقصة الهوائيات. المفارقة اليوم أن يحتفل هؤلاء الأفغان مع عراقيين ولبنانيين شيعة على أراضي وأملاك السوريين في دمشق وحمص وحلب وأريافها، ثم تحرق خيام ذات السوريين المهجرين اللاجئين في لبنان، فيقتل السوري ويهجر من أرضه، ثم يقتل ويهجر ثانية من خيمته. هذه المشاهد الحديثة لميليشيا فاطميون الأفغانية في منطقة حندرات شمال حلب لإنشاء مقرات جديدة واستعدادات للطمية المجرم قاسم سليمان السنوية. ومن حلب وتغييرها إلى دمشق ومنطقة السيدة زينب تحديداً، التي باتت براياتها الحمراء والصفراء والسوداء شبيهة أو نسخة لقم الإيرانية والنجف العراقية. لكن اليوم ما عاد حال دمشق والسيدة زينب مقتصراً على إنشاء وفتح فنادق زواج المتعة لجذب الزوار الشيعة، وتحول الأمر بإشراف الحرس الثوري لتغيير أسماء شوارعها ضمن مشروع طويل الأمد لتغيير سوريا بمجملها. فهنا تحول شارع التين نسبة إلى التين الذي نعرفه إلى شارع الحوراء. لماذا ومن هي الحوراء؟ شفت قام وعطس عطسة وأحياه الله مرة ثانية. فلمقام وقصة سينسج فكرتها معممو إيران بعد سنوات. وهنا يتحول شارع القوس نسبة لقوسه إلى شارع باس الأسد، أي شقيق بشار ابن حافظ الكاكاي. وشارع آخر يحول اسمه لشارع الفاطمية. ومع هذه التغييرات لم يعد للسوري الغريب في بلده إلا أن يقف في شارع الفاطمية ليسأل أفغانياً من ميليشيا فاطميون عن دوار الفاطمية والطريق المؤدي لبيت عمه أبو فاطمة. اجل بابا عبد الله.